سؤال الحلقة: لماذا خسر الأخضر السعودي من المكسيك في مونديال 2022؟ حوالي 2100 مصوت حتى الآن، 23% يقولون إمكانيات اللاعبين، 29% يقولون خطة غير مناسبة، 40% يقولون أخطاء التشكيل، و 8% يقولون أسباب أخرى. دكتور سلطان، ما تشوف أن رينارد أخطأ بعدم وجود بديل لياسر الشهراني؟ أخطأ بعدم وجود بديل، هذا واحد، وهذا ممكن العناصر حتى على مستوى الدوري ما في الجاهزية اللي توازي. مين في بديل لو كنت مكانه تختار مين؟ والله ممكن متعب الحربي اسم، ممكن العمار أبها عبد الله العمار اسم، ممكن حتى أبا مسعود وإن كان معه أعتقد إنه ما أعطى إضافة كبيرة، عشان كذا ما أسعد طيب. القائمة ثلاث مباريات من العيار الثقيل هذه يتحملها لعيبة المنتخب السعودي اللي جايين اصلا يعني من ايقاع لعب مختلف، حتى وان كان برنامج الاعداد في ناس يرون قدام الارجنتين يعني استنفذوا الطاقه. لا، الظهور صحيح، عشان كذا رينارد لما ذكر في معسكر الشهرين كان يسعى انه يراهن على الجانب البدني، وهذا ما حصل. صعب تعوض ناس يلعبون في دوريات اوروبيه وبطولات قويه في امريكا اللاتينيه، تبي تعوضها بمعسكر يعني. لا، في النهاية بين كل مباراة ومباراة 4 أيام، فأعتقد أنها قادرة أنك تسترجع، وكل البطولات المجمعة في هذه الفترة واللاعب الجاهز، خاصة إذا ما كان بداية الموسم، تتكلم بعد موسم 8 جولات، فاللاعب أخذ على رتم المباريات ووصل لمستوى معين لياقي، فأعتقد على مستوى جانب اللياقي المباراة الأولى والثانية ظهرنا بشكل مميز اليوم، كانت أقل، ولكن كانت أقل برأيي في التغييرات اللي أحدثها رينارد في الشوط الثاني. غرم العمري.